كوكيز، جوز الهند. لمريض السكر كيتو دايت، بيض بيض عدد 2، بنخفقهم جيد 4 دقائق تقريبا، ونوضع بديل السكر ستيفيا او اي نوع تحليه حسب نظامكم الغذائي. انا وضعت ستيفيا، وهيك لازم يكون. شايفين كيف نوضع كوب جوز الهند ونقلب من الاسفل للاعلى، نوضع على ورق الزبده بالحجم اللي احنا بنحبه، بنحمل فرن مسبقا 150 درجه مئويه الاعلى والاسفل، تقريبا بياخذ من 20 ل 25 دقيقه حسب نوع الفرن. وهذه هي المكونات، اذا انتم بحاجه الى التقاط صوره للمكونات. شايفين كيف شكله أكثر من رائع. في عندي أكثر من 600 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.